طلعتي وجه جميل والشمس كبسمة والظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات خير عباد الله خير البرايا حي فينا بالله حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل علي يا رب صل علي يا رب صل علي صلوات الله نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة نجاه يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم مولاي صل وسلم دائما
Allah tidak pernah lalai dengan semua amalan-amalan kita. Allah tidak pernah hilaf dalam memberikan kenikmatan dan pahalanya. Ketika kita berbuat dengan ikhlas, min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan suatu rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.